السلام عليكم، معاكم إبراهيم مشعل، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم في إدارة مشروعات اللي هو الريسك مانجمنت أو إدارة مخاطر المشروع. الريسك مانجمنت بالنسبة لنا هو اليوم السادس في كورس احتراف إدارة المشروعات BMP Project Management Professional. إن شاء الله خطوات إدارة الريسك أو إدارة مخاطر المشروع هنتناولها بالترتيب، بداية من عمل خطة لإدارة المخاطر، ثم إن احنا نبتدي نحدد المخاطر اللي ممكن تقابل المشروع، وبعد كده نعمل عملية قياس نوعي للمخاطر ونعمل لها عملية تحليل، بعد كده نعمل عملية قياس كمي وتقدير رقمي للمخاطر اللي مقابلة المشروع، بعد كده إن احنا نعمل خطة للتعامل مع المخاطر اللي احنا حددناها، ثم في النهاية نحاول ان احنا نتحكم في المخاطر ونعمل عملية كنترول للريسكس. فالخطوات بالترتيب هي بلان ريسك مانجمنت، ايدنتيفاي ريسكس، بيرفورم كواليتاتيف ريسك اناليسيس، بيرفورم كوانتيتيف ريسك اناليسيس، بلان ريسك ريسبونس، وكنترول الريسكس. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مجموعة من التعريفات المهمة اللي هنقابلها في الريسك مانجمنت، بحيث إن احنا نوضحها. بداية عايزين نقول إن الريسك في حد ذاته هو شيء متوقع، ولكن الشيء المتوقع الغير مؤكد ممكن يكون إيجابي وممكن يكون سلبي. يعني مش زي ما أغلب الناس معتادة ان هي تعرف الريسك او تتوقع من ان الريسك ده شيء سلبي او شيء قد يكون مؤذي او ضار. ده في علم ادارة مشروعات الريسك اللي دايما بيكون ضار هو الهازارد او الانبريدكتابل ايفنتس. الهازارد ريسك او الانبريدكتابل ايفنتس دي في الغالب بتكون ضارة او دي ضارة، تمام. اما الريسك في حد ذاته هو بيكون speculative risk اللي هو البيزنس ريسك اللي احنا بنتكلم عنه. البيزنس ريسك او speculative risk هو حدث متوقع ان هو يحصل في المستقبل بنوعية من عدم التأكد او بدرجة من درجات عدم التأكد، وقد يكون ايجابي تأثيره وقد يكون تأثيره سلبي. يعني لما نيجي نتكلم عن الريسك ممكن نقول ان الريسك هو uncertain event، هو حدث غير مؤكد قد يحدث في المستقبل بدرجة من درجات عدم التأكد، وقد يكون تأثيره إيجابي وقد يكون تأثيره سلبي. على سبيل المثال اختلاف أو زيادة الأسعار أو نقصان الأسعار لبعض المواد الخام اللي احنا بنشتغل عليها، قد يكون تأخير في الدليفري في بعض المواقف، قد يكون تأخير اعتمادات أو شحن أو تأخير إصدار بعض الأوراق الخاصة بالمشروع. دي كلها ممكن تكون مخاطر تواجه المشروع، قد يكون بعضها إيجابي وبعضها سلبي، وقد يكون الخطر في حد ذاته له بعض الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية، فله تأثير إيجابي وسلبي. وممكن يكون الريسك في حد ذاته حسب درجة حدوثه، ممكن يقول مثلا اضطراب أسعار السوق، فالاضطراب ده أدى لارتفاع الأسعار فهيكون ريسك سلبي، لو أدى إلى انخفاض الأسعار هيكون الريسك ده إيجابي. فهي بتختلف المخاطر بالنسبة لي، ممكن تكون إيجابية أو سلبية أو مخاطر تحتمل الفايدة والضرر في نفس الوقت. طيب هنعرف حاجة، دوكيومنت مهمة بنسجل فيها كل المخاطر بتاعتنا اسمها الريسك ريجستر، وإمتى بنستخدمها. هنعرف دوكيومنت مهمة اسمها ريسك امباكت سكيل ديفينيشن، ودرجة التوليرانس اللي موجودة عند الشركات او درجة تقبل الريسك او المخاطر بالنسبة للشركات. وهنلاقي ان احنا عندنا بعض الشركات بتتقبل الريسك او بتبحث عن المشاريع اللي فيها ريسك عالي لان بيكون فيها بروفيتابيليتي عالية او ربحية عالية، وبنسمي الشركات اللي بتبحث عن الريسك ريسك برون او ريسك سيكرز. اما الشركات اللي دايما بتحاول انها تبعد عن الريسك وتلعب دايما في المضمون او تشتغل في المشروعات اللي نسبة المخاطرة بتاعتها ما تزيدش عن حد مثلا 10 أو 5%، فبنسمي الشركات دي ريسك افيرس او ريسك افويدرز. الشركات اللي هي دايما بتحاول تتجنب
المخاطر في شغله. هنلاقي عندي دوكيومنت مهمة اسمها probability and impact matrix، ودي دوكيومنت بنحدد فيها درجة احتمالية وتأثير كل خطر من المخاطر المتوقعة. يعني احنا بعد ما بنسجل الريسك موجود داخل الريجستر بنحط قدام كل واحد فيهم درجة probability ودرجة الامباكت بتاعته. بعد كده عندي حاجة اسمها revised stakeholder tolerance، وده زي ما قلنا هي درجة تقبل الشركة اللي الريسك المتوقع. يعني مثلا في بعض الشركات تقول ان هي بتقبل الريسك ما يتعداش نسبة 20%، في بعض الشركات ممكن تقبل ريسك لحد 30-35%، وممكن بعض الشركات لا 5% فقط. فده بيبقى التولرانس او درجة تقبل الشركات للريسك الموجود. الروت كوز اناليسيس اتكلمنا عنه في اكتر من نقطة قبل كده، وهو لما استخدمناه مثلا في الكواليتي وعملنا الفيش بون دايجرام. الروت كوز اناليسيس عملية تحديد السبب الرئيسي لمشكلة معينة او لريسك معين. الاسامبشنز اناليسز اتكلمنا عن الاسامبشنز وقلنا ان الاسامبشنز في السكوب هي الافتراضات، زي ما بنقول ان احنا بنفترض احيانا ان ساعات العمل 8 ساعات في اليوم، ايام العمل 5 ايام في الاسبوع مثلا. ممكن بنفترض ان في اجراءات معينة بتاخد 7 ايام فقط على ما بيتم تنفيذها. بنفترض مثلا ان في ان رحلات الطيران بتوصل في مواعيدها، ان الشيبمنت بيوصل في ميعاده، بحيث ان الاسامبشنز دي لو احنا حطينا الاسامبشنز في المشروع وحصل تغيير في الاسامبشنز ممكن يبقى في درجة مرونة في تقبل التغيير. اما لو انا عملت المشروع بدون assumptions، بدون ما افترض مجموعة افتراضات، فبالتالي طبعا اي خطر بعد كده بيكون على الكونتراكتور، والكونتراكتور هو اللي بيشيل الريسك كله. الassumptions دايما بتبقى مصدر كبير لان احنا نقدر نستخرج منها مخاطر كتير جدا، لانها دايما افتراضات في الاول وفي الاخير، والافتراضات بتحتمل الحدوث وبتحتمل عدم الحدوث. فبالتالي طبعا اكبر مصدر لمصادر المخاطر للمشروع بيجي من جوه الاسامبشنز اناليسيس. الكوز اند افكت دايجرام اتكلمنا عنه في الكواليتي اللي هو الايشيكاوا دايجرام. السيستم اور بروسيس فلو برضو اتكلمنا عنه في الكواليتي تولز اللي هو الفلو تشارتس. الانفلوينس دايجرام وده هنتكلم عنه النهارده بالتفصيل. السوات اناليسيس اتكلمنا عنها. السوات اناليسيس الاس ستاند فور سترينث، ال W stand for weakness، ال O stand for opportunity، وال T stand for threat. ال strength وال weakness اللي هي نقاط القوة ونقاط الضعف الداخلية جوه المشروع بتاعي، وال opportunities وال threats بالنسبة لي اللي هي الفرص والعقبات أو التحديات الخارجية اللي ممكن تقابل المشروع. ال SWOT analysis هي document بقسم فيها اربع خانات، كل خانه فيها الاس، واحده فيها الاس، واحده فيها الدبليو، واحده فيها الاوبورتيونيتيز، واحده فيها الثريتس، بحيث ان انا اقدر افهم او اقدر احلل نقاط القوه ونقاط الضعف، ابتدي استفيد من نقاط القوه واحاول ان انا اعالج نقاط الضعف الداخليه اللي داخل المشروع، احاول استفيد من الفرص اللي موجوده خارجيا، واحاول ان انا اواجه او اقلل من حدوث الثريتس اللي ممكن تقابل المشروع. السوات اناليسيس دايما برضو بتبقى مصدر تقدر توفر لي معلومات عن المخاطر اللي هي ممكن تقابل المشروع، لان باند ثريتس دايما والاوبورتيونيتيز هما اكتر شيء ممكن يولد مخاطر داخل المشروع. البروبابيليتي اوف اوكيرنس او درجة الحدوث، او يعني اللي هي عدد مرات التكرار، يعني بيتكرر مرة في الأسبوع الريسك ده، بيتكرر مرة في الشهر، بيتكرر مرة في السنة، كل يوم بيحصل احتمال حدوث الريسك ده، فده بنسميه likelihood أو probability of occurrence. الأرجنسي assessment هو درجة عاجلية الريسك، يعني الريسك ده ممكن يحصل قريب في خلال ساعات أو في خلال دقايق، ولا ممكن يحصل في خلال أيام أو ساعات أو سنين مثلا، فبيكون الأرجنسي بتاعته بعيدة شوية.
الميشن كريتيكال ريسكس. الميشن كريتيكال ريسكس هي المخاطر اللي الامباكت بتاعها بيكون عالي جدا وقد يؤدي الى لا قدر الله حادث وفاه او حادث اصابه. فبالتالي الميشن كريتيكال ريسك هي المخاطر اللي لازم تتحسب كويس جدا، زي مثلا المخاطر اللي قد تنتج عن الاعراض الجانبيه والدروباكس الخاصه بالعمليات الجراحيه او بعض الادويه وهكذا. الكونتينجنسي ريزيرف او الالاونسز، زي ما احنا عارفين او اتكلمنا في الكوست اناليسز وفي التايم في الكوست استيميشن وفي التايم استيميشن، اتكلمنا ان انا عندي حاجه اسمها ريزيرف او بافر او كونتينجنسي، ودي كلها هي عباره عن نسبه مئويه من التايم او من الكوست بحاول ان انا اعمل بيها بافر، اعمل بيها احتياطي لنفسي علشان لا قدر الله لو حصل ديفيشن يكون عندي مرونه في الوقت ومرونه في التكلفه اقدر اغطي الحادث ده لو حصل. الريسك ريسبونس، الريسك ريسبونس هو استجابتي للريسك. هل انا هكون برو اكتيف، هكون شخص برو اكتيف احاول اتعامل مع الريسك قبل حدوثه واحاول ان انا اقلل من حدوثه، ولا هكون شخص ري اكتيف اول ما الريسك يحصل هبتدي اتعامل معاه بنوع من الرد الفعل وليس الاستباقية. sensitivity analysis او درجة حساسية الريسك يعني ايه؟ هنتكلم عن ديجرام بيقيس sensitivity analysis اللي هو درجة ايجابية ريسك معين وسلبية ريسك معين. الريسك ده بالنسبة لي قد يفيد ايجابيا بشكل قد ايه وقد يضر سلبيا بحد قد ايه، وهنشوف الدياجرام ده. التورنيدو دياجرام هو اللي بيقيس السنسيفيتي اناليسيس. الاكسبكتد مونيتري فاليو ده تكنيك معين بنقيس بيه القيمه الماليه لبعض الفرص اللي موجوده قدامي او بعض الثريدز اللي موجوده قدامي. الواتش ليست هي بالنسبه لي الريسكس اللي انا محتاج ان انا اتابعها بشكل دوري او بشكل يومي، دايما بحطها في الواتش ليست عشان اعمل لها فولو اب بشكل مستمر. الريسك برون اتكلمنا عنها. الريسك ثري شولدز او اي ثري شولدز زي ما قلنا اللي هي الحدود اللي عندها بيحصل تريجر لشيء معين، يعني ممكن نقول ان لو حصل نسبه مثلا الضغط زادت اكتر من رقم معين او درجه الحراره زادت اكتر من رقم معين يبتدي ناخد اجراء معين. لو التاخير في التسليم وصل لوقت معين يبقى لازم اخد اجراء معين. بالنسبه لي الارقام دي هي ثري شولدز، اول ما بوصل ليها بيبقى لازم اخد اجراءات معينه سواء اذا كانت كوركتيف اكشنز او بريفنتيف اكشنز. ريسيدوال ريسكس، ريسيدوال ريسكس هنتكلم عنها لما نيجي نقول على الريسك ريسبونس استراتيجيز، يعني لما نيجي نقول ايه اللي بيحصل في عمليه الاستجابه للريسك. الريسيدوال ريسك والسكندري ريسك والكونتينجنسي بلان برضو والفول باك بلان هنتكلم عنهم بالتفصيل دلوقتي. ندخل في البدايه في عمليه بلاننج ريسك مانجمنت. بلاننج ريسك مانجمنت الانبوتس بتاعه عمليه التخطيط للريسك مانجمنت محتاج يكون عندي البروجكت بلان كلها، بروجكت مانجمنت بلان كلها بما فيها كل السبسيدري بلانز، الكوست، التايم، الكواليتي، البروكيورمنت، كل البلانز، البروجكت شارتر والستيك هولدر ريجستر والاي اي اف الانتربرايز انفيرمنتال فاكتور والاورجانيزيشنال بروسيس اسيتس. دي الانبوتس الاساسيه اللي محتاجها عشان اقدر اعمل بلان للريسك مانجمنت. هعمل ايه علشان اطلع بالبلان؟ هعمل اناليتيكال تكنيكس، عمليه يعني عمليه احصائيات معينه للمخاطر اللي ممكن تواجه المشروع والتكنيكس اللي نجحت فيها وايه الابروتش اللي انا همشي فيه ومين الاشخاص اللي هيمانجوا الريسك ويتعملوا ايدنتيفيكيشن للريسك وايه الاوقات اللي هشتغل فيها. زي ما قلنا البلاننج دايما او البلان بتجاوب على الاسئله المهمه بالنسبه لاي نقطه، واحنا بما اننا بنتكلم على الريسك فبنقول مين هيعمل ايه امتى وازاي وبكام، هو دو وات وين اند هاو اند هاو ماتش، طبعا ريليتنج للريسك. الاكسبرت جادجمنت اللي هو عمليه الاستعانه بخبير وتقييمه للبلان اللي احنا نشتغل عليها وايه نصايحه في الابروتشز اللي احنا بنشتغل عليها وايه التولز والتكنيكس اللي ممكن ناخدها في الحسبان ونقدر نعتمدها في اثناء عمليه الريسك ايدنتيفيكيشن او الريسك اسسمنت.
الميتينجز اللي احنا بنعملها دايما مع كل الستيك هولدرز، بحيث ان احنا نقدر من خلال الميتينجز دي نقدر نايدنتيفاي ونقدر نقيم المخاطر اللي ممكن تحصل. بعد ما بنعمل الاناليتيكال تكنيك والاكسبرت جادجمنت والميتينج، بنطلع بالريسك مانجمنت بلان، ودي الدوكيومنت اللي بتحدد فيها الابروتش والاجابه على كل الاسئله اللي اتكلمنا عنها الخاصه بالريسك. الريسك تعريفه انه uncertain event that could have a positive or negative effect، يعني شيء غير متوقع او غير مؤكد ممكن يحصل في المستقبل وقد يؤدي الى حدث ايجابي او سلبي. لو الريسك بالنسبه لي متوقع حدوثه بنسبه 100% فده ما يعتبرش ريسك، ده يعتبر ايشو، والايشو بالنسبه لي هو شيء اكيد هيحصل او خلاص، يعني شيء بنسبه 100% هيحصل في مشروع، فانا بتعامل معاه على انه ايشو، حدث مش خطوره، لانه خلاص يعتبر بالنسبه لي واقع. ريسك اللي هي نيجاتيف ريسك بنسميها ثريدز، والبوزيتيف ريسك بنسميها اوبورتيونيتيز. الهازارد زي ما اتكلمنا عنه هو دايما الريسك اللي بيؤدي الى لوس اونلي او خساره، زي السرقه او البيرسونال انجري او فاير لا قدر الله وهكذا. البيزنس ريسك او السبيكيوليتيف ريسك هو الريسك اللو بوتنشال لوس اور جين. طيب الريسيدوال ريسك، ايه هي الريسيدوال ريسك؟ احنا قلنا ان احنا عندنا حاجه اسمها ريسبونس او ريسك ريسبونس استراتيجي، الاستجابه للريسك، وقلنا ان احنا عندنا طريقتين، يا اما نكون برو اكتيف بحيث ان انا احاول ان انا اقلل واتصدى للريسك قبل حدوثه فاعمل بريفنتيف اكشنز، يا اما هبقى اعمل كوركتيف اكشنز لو الريسك في حاله ان الريسك ده حصل. طيب لو فرضنا ان انا هعمل بريفنتيف اكشن، فاللي بالنسبه لي ان انا هكون برو اكتيف، هكون استباقي وهبتدي احاول ان انا اقلل من حدوث الريسك او اقلل من الامباكت الخاص بالريسك بان انا هعمل مجموعه اجراءات معينه تقلل من حدوث الريسك. يعني لو انا عندي ريسك معين ان انا هتاخر على ميعاد معين، هروح بدري، تمام، هاخد مواصله تكون، هاخد طريق يكون بعيد عن الزحمه، هاخد مواصله تكون اسرع وهكذا. فدي بالنسبه لي انا بحاول ان انا اقلل حدوث الريسك او اقلل فرصه حدوث الريسك. طيب ده بالنسبه للريسك ريسبونس، والبلان اللي احنا بنعملها او اللي احنا هنطبقها دي بنسميها الميتيجيشن بلان. الميتيجيشن بلان ان انا بحاول اتفادى الريسك قبل حدوثه. طيب لو انا طبقت الميتيجيشن بلان بتاعتي، الميتيجيشن بلان لو احنا فرضنا ان الريسك اللي كان هيواجه المشروع هو ريسك بنسبه احتمال حدوثه نسبته 40%، فلما طبقت الميتيجيشن بلان خلت احتمال الريسك 10% فقط، فبالتالي انا كان عندي 40% خليت الاحتمال لحدوث الريسك دلوقتي 10% فقط. طيب العشرة في المية دي بنسميها residual risk، risk that remain after risk response strategy was implemented. طيب ده بالنسبة للresidual risk، الريسك المتبقي. طيب secondary risk، secondary risk هو الريسك اللي بيحصل نتيجة الريسك mitigation. يعني لو انا قلت انا هاخد سيارة اسرع شوية، secondary risk ان ممكن السيارة دي يكون ليها بعض الجوانب السلبية، مثلا زي ممكن يكون ان السيارة قد لا قدر الله تعمل حادث، لو لا قدر الله ان السيارة ممكن تسخن في الطريق لان هاخد مثلا هتمشي على سرعة عالية او whatever. فبالنسبة لي ان وانا همشي بالريسك الاول مش هيحصل عندي السكندري ريسك، انما لو طبقت الميتيجيشن بلان هي زودت عندي الريسك وعملت ريسك اضافي بنسميه السكندري ريسك. فالريسك السكندري هو ريسك ريزلت فروم امبلمنتنج ريسك ريسبونس ستراتيجي. طيب نيجي لبعض التعريفات. لما الاقي عندي حدث معروف و بيحصل بشكل معروف، فبالنسبة لي ده بيكون فاكت. يعني ايه؟ الشمس بتشرق كل يوم الصبح، ده بالنسبة لي فاكت، ده مش ريسك، ده مش احتمال، الشمس بتشرق كل يوم الصبح لان دي ده واقع، فدي بالنسبة لي فاكت، فده بنسميه نون نون. طيب النون انون ده assumptions، زي ما قلنا احنا بنفترض
ان الاجراءات بتاخد 5 ايام عشان نطلع بوليسي التامين، علشان الشحن يوصل واخد بياخد من 20 ل 25 يوم. احنا بنفترض ان احنا شغالين 8 ساعات في اليوم، مش بنفترض ان احنا مش بنشتغل، ان مثلا عدد ايام الاجازات في السنه ما بتزيدش عن كذا. بنفترض ان الوضع الاقتصادي مستقر ومفيش لا قدر الله اي مثلا احداث معينه قد تؤدي لان البيزنس يقف لفتره طويله. ده بالنسبه لي كلها assumptions، لانه نون unknown، شيء انا مش عارف، مش متاكد انه هيحصل، ولكن انا بالنسبه لي انا عارف انه بيحصل. طيب النون النون الشيء الغير متوقع والغير معروف، يعني انا شيء مش متوقع انه يحصل اصلا، ومش متوقع يحصل ازاي بنسبه قد ايه. فبالنسبه لي ده النون النون، ده شيء unpredictable، وده في الغالب بيكون natural hazard، يعني ده حادث غير متوقع، يعني شيء غير مخطط وغير يعني غير متوقع انه يحصل ويحصل. لا قدر الله انت مثلا في بيئه معينه مش متوقع ان يحصل فيها حريق مثلا، ولا قدر الله حصل حريق، انت مثلا في دولة معينة وكانت مستقرة ومرة واحدة حصل فيها اضطراب سياسي او اضطراب اقتصادي او مشاكل معينة ادت لان البيزنس حصل فيه دروب كبير جدا، ده بالنسبة لي يعتبر هازارد او unpredictable event. طيب نروح بعد كده ايه اللي موجود في الريسك مانجمنت بلان. زي ما قلنا فيها الميثودولوجي رولز وريسبونسابيلتيز للاشخاص اللي هيقوموا بريسك بلاننج والميتيجيشن، البادجيتنج، التايمينج، الديفينيشن اوف بروبابيلتي اند امباكت، التولرانس اللي هنتكلم عنه، الريسك كاتيجوريز، هنصنف الريسكس لكاتيجوريز ونقول كل كاتيجوري منهم بحيث ان احنا نقدر ندرس او نقدر نستخرج اكبر عدد ممكن من المخاطر، ستيك هولدر تولرانس، درجه تقبل ستيك هولدر للمخاطر، ريبورتنج فورماتس، التقارير اللي احنا هنطلعها على اي تمبلتس وعلى اي دوكيومنت وعلى اي سيستمز، هل هنطلع التقارير في شكل اكسل او هنطلعها في شكل اوراق مطبوعه ونبعتها على البريد، هل احنا بنطبعها في شكل شاشات معينه كبيره ونعرضها في الميتنج رومز. الريبورتنج فورمات لازم تكون متحدده في الريسك مانجمنت بلانز، والتراكنج الخاص بالريسك برضو محتاجين ان احنا نكون محدده الديورابيليتي بتاعته والاوكيرنس بتاعه بيحصل كل قد ايه بالظبط. طيب الشكل اللي قدامنا ده بنسميه الريسك بريك داون ستراكشر او الار بي اس. زي ما اتكلمنا قبل كده احنا خدنا عندنا حاجه الريسورس بريك داون ستراكشر برضو ار بي اس، ولكن خاصه بالريسورسز. وزي ما قلنا الريسورس بريك داون ستراكشر دي بتكون معانا في الهيومن ريسورسز وبتكون معانا في الكوست مانجمنت. في خدنا حاجه تانية اسمها الورك بريك داون ستراكشر، ودي خاصه بالسكوب، ودي بيكون فيها زي ما قلنا مقسمه المشروع لورك باكجز، كل ورك باكج الكبيره بتاعها بيكون اسمه كنترول اكاونت لحد لما بنطلع للليفل بتاع الفيز وبعد كده الليفل بتاع المشروع. اما اللي قدامنا دي اسمها الريسك بريك داون ستراكشر الار بي اس، ودي بتقسم الريسكس المتوقعه في شكل يعني كلاسيفايد، التكنيكال ريسكس لوحدها، الاكسترنال ريسكس لوحدها، الاورجانيزيشنال ريسكس لوحدها، وكل واحده بنليست فيها المشاكل اللي قد تؤدي الى المخاطر. زي مثلا لو قلنا في البروجكت مانجمنت هنلاقي ان انا عندي فيه استيميتنج ريسك، ممكن يحصل فيه مشاكل في الاستيميشن، مشاكل في البلاننج، مشاكل في الكنترولنج او الكوميونيكيشن. طيب ده بالنسبه لي ريسك بريك داون ستراكشر. لما نيجي نتكلم عن الريسك ثرو البروجكت لايف سايكل، في الاول في بدايه المشروع دايما بتكون درجه الريسك كبيره لكل المخاطر، بتكون كبيرة لأن درجة عدم التأكد في بداية المشروع كبيرة. وانس إن أنا بدأت واشتغلت ووصل عندي إن في أكشن على أرض الواقع، ببتدي يحصل عندي فاكتس معينة أقدر أبني عليها، فبالتالي درجة عدم التأكد بتقل تدريجيا لحد لما بقفل المشروع. فلو إحنا جينا نقول إن العلاقة ما بين التايم والريسك، هنلاقي إن العلاقة ما بين التايم والريسك بعلاقة عكسية. أما الكوست تو فيكس الريسك، يعني لو الريسك ده حصل، درجه او تكلفه حل الريسك طبعا بتكون علاقه طرديه مع الزمن، يعني كل ما زاد الوقت كل ما زادت تكلفه تصليح الريسك نفسه. فزي ما شايفين حضراتكم ده الكيرف الخاص بالريسك مع التايم، وده الكيرف الخاص بتكلفه حدوث الريسك مع التايم. طيب لما نيجي نتكلم عن بعض الارقام اللي ممكن تيجي في الامتحان كاسئله، في درجات عدم تاكد او درجات ثقه،
اول حاجه بالنسبه لي اكبر درجه عدم تاكد في المشروع لما نيجي نتكلم عن الاوردر اوف ماجنيتيود استيميت، وده بيبقى درجه عدم تاكد غير مقبوله في اغلب الاحيان، من ماينس 50% لموجب 100%. يعني درجه عدم التاكد بتقول ان انا متوقع ان ممكن التكلفه تبقى مثلا من 20,000 لحد مثلا 60,000، فطبعا من 20 ل 60,000 الدرجه كبيره جدا، ما ينفعش ان يبقى في شغل على استيميشن كبير جدا كده. بعد كده نيجي لما يحصل تاكد شويه بعد الاناليسز والبلاننج، يبتدي يتبين عندي واوصل لدرجه من التاكد من الاستيميشن اللي موجود معايا، بنسميها الرف اوردر اوف ماجنيتيود، دي من سالب 25% لموجب 75%. بعد كده نروح لحاجه اسمها conceptual estimate، ودي من ماينس 30 لبوزيتيف 50%. البريليمينري استيميت، ودي بالنسبه لي من ماينس 20 لموجب 30. الديفينيتيف استيميت او الاستيميت التعريفي، ده من ماينس 15 لموجب 20، وده اغلب حاجه بنستخدمها وتقدر نقبلها داخل المشروع. بعد كده لما نوصل لدرجه تاكد كبيره ونخلص من البلاننج ونبتدي نشتغل على الاكسكيوشن، الكنترول استيميت بالنسبه لي من ماينس 10 لبوزيتيف 15، بوزيتيف 15%، فبالتالي دي درجه تاكد مقبوله جدا، واحيانا ممكن نوصل لدرجه تاكد اكبر من كده. طيب بعد ما عملنا بلان الريسك مانجمنت، نبتدي نحدد المخاطر بتاعتنا عشان نطلع بالدوكيومنت اللي اتكلمنا عنها اللي هي الريسك ريجستر. علشان نحدد المخاطر محتاجين نجيب كل الدوكيومنتس اللي في المشروع اللي ممكن تولد مخاطر، عشان هنا هنلاقي ان احنا بدأنا نجيب البلانز كلها بشيء من التفصيل، الريسك بلان، الكوست بلان، الاسكادول بلان، الكواليتي، الاتش ار بلان، السكوب بيز لاين. السكوب بيز لاين زي ما احنا عارفين في السكوب ستيتمنت والدبليو بي اس والدبليو بي اس ديكشنري، الاكتيفيتي كوست استيميت والاكتيفيتي دوريشن استيميتس، كل الاستيميتس اللي اشتغلنا عليها في المشروع، عشان لو الاستيميت ممكن تؤدي لرونج استيميت فبالتالي ده ريسك متوقع داخل المشروع برضه. البروجكت دوكيومنتس، البروجكت دوكيومنت، البروكيورمنت دوكيومنتس، الانتربرايز انفيرمنتال فاكتور والاورجانيزيشنال بروسيس. بالاخر احنا جبنا كل الدوكيومنت اللي موجوده في المشروع وعملنا عليها عمليه فيريفيكيشن وريفيو علشان نقدر نستخلص منها جميع المخاطر اللي ممكن نشتغل عليها. طيب هنعمل ايه علشان نحدد المخاطر؟ اول حاجه هنعمل دوكيومنتيشن ريفيو زي ما قلنا، هنعمل انفورميشن جاذرنج تكنيكس، نبتدي نجمع المعلومات. الانفورميشن جاذرنج تكنيكس دي حضراتكم لو فاكرين الكوست ازاي، لو فاكرين السكوب ازاي جمعنا ريكويرمنت، عملنا كولكت ريكويرمنت في السكوب طبعا ب 14 تكنيك، وال 14 تكنيك كان فيهم واحد فيه 5 تكنيك اضافيين، فبالتالي كان عندي تكنيكس كتيره جدا في كولكت ريكويرمنت. بعد كده التشيك ليست اناليسز، ازاي يبقى عندي لسته معينه وامشي عليها علشان اتاكد من المخاطر تم توقعها وتغطيتها بشكل جيد. الاسامبشنز اناليسز، عشان برضو زي ما حضراتكم قلنا الاسامبشنز اناليسز والسوات اناليسز من اكبر الدوكيومنت اللي بتقدر توفر لي اكتر مخاطر متوقعه. الدياجرامينج تكنيكس، التكنيكس اللي احنا هنستخدمها عشان نبتدي نحدد برضو، زي مثلا لو عملنا فلوت شارت وبدأنا نقدر نعرف فين الـ ممكن نقول البوتلنكس او النقاط اللي موجودة في البروسس اللي هي ممكن يحصل فيها مشاكل كبيرة نتيجة مثلا ان فيها ضعف اداري او مشكلة معينة وظيفية، فبالتالي الفلوت شارت من التكنيكس او الموديلنج او دياجرامينج تكنيكس المهمة اللي بقدر استخرج منها الريسكس اللي موجودة داخل المشروع. وما نقدرش نستغنى عن الاكسبرت جادجمنت في الجزئية دي، لان طبعا الخبرة هنا ليها عامل كبير جدا. بعد ما بنعمل ايدنتيفاي للريسكس بنطلع بدوكيومنت مهمة اسمها الريسك ريجستر، ودوكيومنت الريسك ريجستر دي مهمة جدا وهتفضل شغالة معانا الفترة الجاية، هنعمل فيها ابديتس كتيرة، لان زي ما بنليست الريسكس اللي موجودة في الريسك ريجستر بنروح بعد كده نعمل تقييم للريسك في الخطوات الجاية. اول حاجة في عملية تقييم الريسك هي التقييم النوعي،
الريسك ان انا بقيم الريسك ده بنوع من التقريب، او نقول ان ده ريسك هاي، ده ريسك كريتيكال، ده ريسك ماينور، ده ريسك ترايفل، حاجة بسيطة جدا ممكن تحصل، فمش محتاجين يبقى ليها استراتيجي وريسبونس قوي ونعمل لها بادجت كبيرة وهكذا. عشان نقيم الريسك محتاجين ناخد الريسك بلان والسكوب بيز لاين، ريسك ريجستر اللي لسه طالع معايا اوتبوت من ايدنتيفاير ريسكس، والاي اي اف والاو بي اي. هنعمل دوكيمنت، هنعمل تكنيك اسمه ريسك بروبابيليتي اند امباكت ماتريكس. هنمسك كل ريسك حددناه، ممكن نقول مثلا الريسك زي ما حضراتكم عملنا الريسك بريك داون ستراكشر وطلعنا بالريسكس اللي موجوده داخل الريسك بريك داون ستراكشر، نمسك كل ريسك من المخاطر دي ونعمل عليه عمليه بروبابيليتي اند امباكت ماتريكس. البروبابيليتي هي احتماليه الحدوث، والامباكت هي عمليه درجه التاثير للريسك على المشروع. البروبابيليتي ممكن نقول ان المشروع او ان الريسك اللي ممكن يحصل على المشروع محتمل حدوثه بنسبه 20%، والامباكت بتاعه تاثيره على زياده كوست المشروع ممكن تزود كوست المشروع بنسبه 60%. فممكن تكون البروبابيليتي قليله ولكن الامباكت كبير، والعكس صحيح، ممكن تكون درجه احتمال الحدوث كبيره ولكن الامباكت قليله. طبعا احنا لازم نقيس الاثنين مع بعض، لان الاثنين مع بعض هما اللي بيدوني القياس النوعي الجيد للريسك. بعد ما بنعمل الريسك بروبابيليتي اند امباكت اسسمنت، بنروح نعمل مابنج للريسكس اللي معانا للدوكيمنت بتاعه الماتريكس، البروبابيليتي امباكت ماتريكس اللي موجوده داخل الشركه، علشان نقول الريسك ده واقع فين بالظبط في الماتريكس. وهنشوف شكل الماتريكس بتاعه البروبابيليتي امباكت بتكون بالشكل ده. فممكن انا بعد ما بحدد الريسك الاقي ان الريسك بالنسبه لي ممكن يقع في المنطقه الصفراء اللي موجوده دي، او في المنطقه اللي لونها اخضر فاتح او الاخضر الغامق. طبعا بالنسبه لي كل ما اتجهت للون الاخضر في الجزئيه دي بيكون البروبابيليتي والامباكت الخاصين بالريسك قليلين، وكل مراحل الريسك ناحيه المنطقه الحمراء كل ما كانت البروبابيليتي والامباكت عاليه. فطبعا ناتج ضرب البروبابيليتي والامباكت هو اللي بيحدد مكان الريسك في البروبابيليتي امباكت ماتريكس. ده شكل ليها، وده شكل تاني البروبابيليتي امباكت ماتريكس، وده شكل تالت. زي ما حضراتكم شايفين ان الريسك بيبتدي بانسيجنيفيكانت، وبعد كده ماينور، وبعد كده مودريت ريسك، وبعد كده ميجر، وبعد كده كاتاستروفيك، يعني شيء خطير. تمام، ممكن نشوف تقييم تاني اللي هو النيجليجابل، يعني شخص ريسك ممكن نتغاضى عنه خالص، ريسك ماينور، مودريت، سيجنيفيكانت، وسيفير ريسك. طيب بعد ما عملنا البروبابيليتي امباكت ماتريكس بنروح نعمل حاجه اسمها ريسك داتا كواليتي اسسمنت. نبتدي نقيم الداتا كواليتي الخاصه بالريسك اللي معايا، ونعمل ريسك كاتيجورايزيشن، ريسك ارجنسي اسسمنت. ريسك كاتيجورايزيشن عشان نطلع بالريسك بريك داون ستراكشر، وريسك ارجنسي اسسمنت عشان نحدد درجه عاجليه الريسك. في ريسك ارجنت وفي ريسك ممكن يتاخر يحصل بعد فتره طويله، ونعمل اكسبرت جادجمنت في عمليه البرفورم كواليتاتيف ريسك اناليسيس. الاوتبوت اللي بيحصل معايا هو البروجكت دوكيمنت ابديت، وبالاخص هو بيحصل ابديت في الدوكيمنت الخاصه في الريسك ريجستر. وزي ما قلنا بنضيف الكواليتاتيف اناليسيس، او بنقول درجه البروبابيليتي امباكت لكل ريسك من الريسكات اللي معايا. بعد ما قيمناه بالشكل النوعي في الكوانتيتي في الكواليتاتيف، بنروح نعمل كوانتيتيف ريسك اناليسيس. يعني لو قلنا ان البروبابيليتي الخاصه بالريسك 20% والامباكت الخاص بالريسك درجه تاثيره هتكون 60%، 20% في 60% هيديني 12% فقط، فده هيكون مكان الريسك بالنسبه لي. اما لو بنقول مثلا ان البروبابيليتي 40% والامباكت 60%، هنقول 40% في 60% يديني 24%، فهنا هيكون 24% ده مكان الريسك بتاعي. ولو هو طبعا ثريد، لو هو ريسك نيجاتيف هيكون في المنطقه دي، لو هو ريسك بوزيتيف هيكون في المنطقه دي، حسب طبيعه الريسك اللي احنا بنتكلم عنه. طيب بعد ما عملنا كواليتاتيف وكوانتيتيف ريسك اناليسيس، في عندي حاجة مهمة اسمها impact scale for project objectives.
زي ما حضراتكم عارفين ان انا الاوبجكتيفز الاساسيه للمشروع ان انا اميت البروجكت ريكويرمنت من جزئيه الكوست والتايم والسكوب والكواليتي. يعني اي تغيير او اي ريسك خاص بالكوست ممكن تكون الكوست بالنسبه لي فاكتور مهم جدا بالنسبه للريسك. فبالنسبه لي لو التاثير على الريسك انسيجنيفيكانت كوست انكريز ده تاثيره 5% فقط. بالنسبه للتايم برضو تايم انكريز 5% فقط لو هو انسيجنيفيكانت تشينج. طيب نروح لللو. اللو بالنسبه لي بالنسبه للكوست 10% انكريز يديني درجه امباكت 10% للريسك. اما بالنسبه للتايم ف 5% من التايم انكريز يديني 10% من الريسك. فبالتالي ده معناه ان التايم عندي بريوريتي اعلى من الكوست. السكوب ماينور ارياز اوف سكوب افكتد، لو الجزئيات في السكوب ماينور يديني 10% ريسك، لو هي ميجور تديني 20%، لو سكوب ريدكشن هيدينا 40%، لو بروجكت ان ايتم از افكتيفلي انليس يوزليس فبالتالي بيكون الريسك 80% وهكذا. معنى الامباكت سكيل ان انا بحاول ان انا اوزع المخاطر تاثيرها حسب منطقتها، هل هي تاثير على التايم ولا الكوست ولا الكواليتي ولا السكوب، وكل نقطه منهم بقيس هي هتاثر قد ايه بالظبط. زي ما قلنا لان كل اوبجكتيف من الاوبجكتيفز دي احيانا بيختلف من مشروع لاخر، لان ممكن يكون المشروع فيه مرونه في الكوست ولكن مفيش مرونه في التايم، او العكس صحيح ممكن تكون البادجت مفيش فيها اي مرونه ولكن التايم فيه مرونه الى حد كبير. ده بالنسبه للامباكت سكيل اوف ذا بروجكت اوبجكتيفز. البروجكت كوانتيتيف ريسك اناليسيس ايه اللي بيحصل فيه؟ بناخد الانبوتس بتاعتنا البلان والكوست مانجمنت بلان والريسك والسكيدول والريسك ريجستر والاي اف والاو بي اي. هنعمل حاجه اسمها داتا جاذرنج اند ريبريزنتيشن تكنيكس، هي نفس الطريقه اللي اتكلمنا عنها ان احنا نبتدي نجمع المخاطر ونبتدي نعمل لها عمليه تقييم كمي بحيث ان انا اشوف تاثيرها على التايم على الكوست على الكواليتي واطلع منها برقم معين، والرقم ده بالنسبه لي هيكون ده تقييم الريسك واشوفه فين في السكيل وفي الماتريكس الخاصه بالمخاطر علشان احدد الريسك ده بالنسبه لي درجه الميتيجيشن بتاعته او درجه اهميته بالنسبه لي هتكون ايه. هنعمل كوانتيتيف ريسك اناليسيس اند موديلنج تكنيكس واكسبرت جادجمنت. هنطلع بابديت في البروجكت ريسك ريجستر اللي اتكلمنا عنه، هيبقى فيه برضو كواليتيتيف وكوانتيتيف داتا في الوقت ده كده. طيب في تول بنستخدمها علشان نقيس الريسك سنسيتيفيتي او درجه تاثير النيجاتيف امباكت والبوزيتيف امباكت بالنسبه لكل ريسك. التول دي بنسميها تورنيدو دايجرام، وده بيعمل سنسيتيفيتي اناليسيس للريسك. بنشوف الريسك مثلا على سبيل المثال هنلاقي ان ريسك 6 و5 دي ريسكات دي نسبه التاثير بتاعتها البوزيتيف والنيجاتيف. الناحيه اللي على اليسار دي هي الناحيه النيجاتيف امباكت، والناحيه على اليمين هي البوزيتيف امباكت. هنلاقي ان في بعض ريسكس النيجاتيف اكبر وفي بعض ريسك البوزيتيف هو الاكبر حسب طبيعه الريسك اللي احنا متوقعين. طيب نيجي النقطه مهمه جدا في اتخاذ القرارات، وهي ازاي نعمل عمليه قياس تكلفه او تحويل الريسك المتوقع سواء اذا كان opportunity او thread لارقام او لمبالغ مالية. انا عايز اعمل حاجة اسمها decision tree analysis. التكنيك ده بستخدم فيه حاجة اسمها expected monetary value، القيمة المتوقعة لقرار معين، القيمة المالية المتوقعة لاحد القرارات المعينة. فزي ما قلنا ان التكنيك اسمه decision tree analysis، اما القيمة اللي بتطلع معايا اسمها expected monetary value. طيب في المثال اللي قدامي احنا عندنا صاحب مصنع بيحاول ان هو ياخد قرار، قدامه قرارين يا اما يبيلد او يابجريد. القرار الاول الديسيشن الاول ان هو يبيلد هيصرف فيه 120 مليون، القرار الثاني ان هو يابجريد المصنع هيصرف فيه 50 مليون فقط. يعني هو عايز يطور اداء المصنع فعنده قرارين، يا اما هيزود انتاجيه عن طريق انه يبني مصنع جديد،
يا اما ان هو يطور في المصنع الموجود وينفست بس 50 مليون. طيب طبعا لو هو عمل مصنع جديد هيكون الكابابيلتي بتاعته اكتر وهيقدر ينتج كمية اكبر في حالة ان حصل طلب كبير في السوق ويقدر يوفي بمتطلبات كتير بالنسبة للتصنيع. اما لو هو عمل ابجريد فطبعا الكابابيلتي هتكون اقل، فبالتالي حتى لو حصل طلب كبير هيبقى قدرته على ان هو يوفي بالطلب الكبير اقل من انه يعمل مصنع جديد. طيب ده في حالة ان حصل طلب كبير. طب لو الطلب اللي حصل قليل، طب لو الطلب اللي حصل قليل فبالتالي طبعا بالنسبة له التكلفة الاقل بالنسبة له افضل ان هو يعمل ابجريد، هيكون افضل من انه يعمل بيلد. طب احنا عايزين ناخد قرار، محتاجين ناخد قرار بناء على الريسك بروبابيليتي الخاص بقوة الطلب. يعني البروبابيليتي بالنسبة لي 60% ان يحصل فيه طلب قوي و40% في حالة انه يحصل فيه طلب ضعيف على المنتج. لو حصل الطلب القوي وهو اخذ قرار يعمل مصنع جديد هيقدر يوفر 200 مليون مكسب، هيقدر يبيع 200 مليون ب 200 مليون. اما لو الطلب كان قليل هيبيع فقط ب 50 ب 90 مليون عفوا. طيب يعني لو فرضنا انه في القرار ده صرف 120 مليون، احتمال لو الطلب كبير انه يكسب 200، واحتمال لو الطلب قليل عفوا انه هنا صرف 120 وجاله 200 فاحتمال انه هنا يكسب 80 بس، ده بس حالة ان الطلب كبير. طيب لو الطلب قليل ال 40% من الطلب، الاحتمال ال 40% ده هو اللي حصل، هيبيع فقط ب 90 وصرف 120 فيكون في عنده خسارة 30 مليون. طيب احنا حاليا احتمال انه السترونج ديموند يبقى 60% والويك ديموند يبقى 40%، لازم نجيب الاحتمال مع بعض، الاحتمالين مع بعض. هنقول ان ال 80 تمام، هنقول 60% في 80 مليون زائد 40% في الخسارة اللي هي ماينس 30 مليون، هيديني 36 مليون اكسبكتد مونيتري فاليو، يعني قيمة القرار ده بالنسبة لنا اجمالا هتكون 36 مليون لو هو هيصنع مصنع جديد. طيب لو هو ابجريد في المصنع هيصرف بس 50 مليون، وزي الاحتمالين ما قلنا السترونج ديموند بالنسبة لنا 60% ونسبة احتمال الويك ديموند او الطلب القليل على المنتج هيكون 40% فقط. فبالتالي لو هو الطلب جه كتير 60% فاحتمال انه يكسب، هيكسب كام؟ احتمال انه يكسب 120 مليون. اما لو ويك ديموند هيكسب 60 مليون فقط. هو هنا في كلا الحالتين كسبان لان كل المبلغ اللي صرفه 50 مليون فقط. طيب عشان نقيس القيمة المالية هنقول 60% في 70 مليون اللي هما الفرق ما بين ال 120 وال 50، و40% في ال 10% اللي هي الفرق ما بين ال 60 وال 50 ال 10 مليون، فبالتالي هيديني 46 مليون اكسبكتد مونيتري فاليو. فبالتالي بناء على الاكسبكتد مونيتري فاليو هناخد القيمه الاكبر اللي هي ال 46 ولا القيمه الاقل اللي هي ال 36. طبعا هناخد القيمه الاكبر، فبالتالي هنقول ان القرار الافضل بالنسبه للعميل انه يبيلد، انه يابجريد عفوا البلانت او يابجريد المصنع الخاص بيه، فطبعا هياخد القرار الخاص بال 46 مليون. السؤال ده مهم وبيجي اوقات كتير جدا في الامتحان. زي ما قلنا الطريقه اسمها decision tree analysis، والقيمه اللي احنا بنطلعها في النهايه اسمها expected monetary value. طيب نيجي لاحد الاسئله احيانا برضو اللي بتيجي في الامتحان وعلى الواقع العملي بنستخدمها كتير جدا في قياس نسبه المخاطر لشيء او لحدث هيمشي بشكل متسلسل sequential. يعني ايه؟ زي ما قلنا ان نسبة الخطر في بداية المشروع بتكون عالية جدا، لان انا بالنسبة لي عندي 3 فيزز مثلا في المشروع وانا لسه في اول مرحلة وفي درجة عدم التأكد كبيرة جدا، فبالتالي بيكون الريسك كبير. طيب لو احنا بنقول ان المرحلة الاولى لوحدها نسبة نجاحها 70%، نسبة نجاح المرحلة الأولى 70% اللي هي probability of success، نسبة نجاح المرحلة الثانية لوحدها 50%. طيب أنا عايز أجيب التقاطع ما بين الاثنين دول 70% وال50% لوحدهم، لو فرضت
فانا عايز اقول 70% من ال 50%، الانترسكشن ما بينهم يديني كام؟ تمام، هيديني 50% من 70% اللي هو 35%. طيب لو انا عندي ثلاث مراحل، الانترسكشن بينهم هيبقى حاصل ضربهم هما الثلاثه، طالما هما لازم يحصلوا عشان المشروع ينجح، يعني لازم فيس 3 تنجح ولازم فيس 2 تنجح ولازم فيس 1 تنجح، فبالنسبه لي لازم الثلاث احتمالات ينجحوا مع بعض عشان المشروع ينجح. فبيقول ان نسبه احتمال المشروع الثلاثه مع بعض وانا في المرحله الاولى هو 40%، ان هو 70 في 50 في 80 اللي هو كام؟ اللي هو 40% اللي هو حاصل ضرب ال 80 في ال 50 وضربها في 70% اللي هو كام؟ اللي هو 28%. فاحتمال نجاح المشروع بالنسبه لي في وانا في اول مرحله قليل جدا، اللي هو ال 28%، لانه تقاطع ما بين الثلاث مراحل مع بعض. طيب لو فرضنا ان المرحله الاولى تمت بنجاح، المرحله الاولى تمت بنجاح، نروح للمرحله الثانيه علشان نقول احتمال نجاح المشروع وانا في بدايه المرحله الثانيه. طبعا انا كده شلت من عن نفسي الريسك الخاص بالمرحله الاولى لانها بالنسبه لي 100%، فانا هقول 80% في 50%. ليه؟ لان المرحله الاولى خلاص درجه التاكد بتاعتها دن، هي 100% لانها نجحت، فبالتالي هقول 80% في 50% فقط، يبقى نسبه نجاح المشروع وانا في المرحله الثانيه كام في الميه؟ هو 40% في المشروع، فبالتالي نسبة النجاح زادت وأنا في المرحلة الثانية، نسبة احتمال النجاح زادت. طيب لما أروح للمرحلة الثالثة احتمال نجاحها هو احتمالها لوحدها لأن مفيش حاجة بعدها، فبالتالي نسبة نجاح المشروع هو نفس نسبة نجاح المرحلة اللي هو 80% فقط. ده بالنسبة لما يكون في عندي أحداث مرتبطة ببعضها ولازم تنجح مع بعض زي الشكل السيكونشال اللي موجود قدامي في الفيزز دي. طيب لما يكون عندي حاجات parallel alternatives ازاي اقيس الريسك فيها؟ اقول مثلا لو انا عندي حدث ان احتمال ان فرضا يعني ان وانا شغال على الاي سي الكتريستي او على الكهرباء داخل الشركة او داخل المشروع probability of working probability نسبة النجاح 70%، النسبة المتوقعة للنجاح 70%. اما بالنسبة للباتريز لو هي شغالة لوحدها 40%، والجنريتور لو هو شغال لوحده نسبة انه يبقى شغال بشكل مستمر جيد 60%. طيب انا مش هشغل كل واحد على حدة، لا انا هشغل الالكتريستي، ولو حصل ان الالكتريستي انفصلت هشغل معاها الباتريز، تمام؟ فالباتري ده بالنسبة لي الترنيتيف سوليوشن، هيبقى شغال ان بارالل مع الكهرباء، والجنريتور نفس الفكره برضو شغال مع الباتري وشغال مع الكهرباء، فبالتالي النسبه هنا زياده. يعني بقول ان لو نسبه النجاح وانا شغال بالسوليوشن الاول لوحده 70%، فالباتريز هتغطي يعني احتمال نجاح الباتريز اللي موجود معايا هيغطي ال 30% اللي فاضله، لان خلاص ال 70% تم تغطيتها بالالكتريستي، فبالتالي انا عندي ال 40% هتغطي ال 30% اللي فاضله، فبالتالي هضيف ال 40% من ال 30% اللي هو هيديني 12% زياده على ال 70، يبقى انا عندي احتمال نجاح 82%. لو ضفت لهم الجنريتور هقول ان الجنريتور اللي هو 60% زائد اللي فاضل من ال 82% اللي هم كام؟ اللي هم 18%. هقول 60% في 18% هيديني في النهاية المحصل 92.8%. ده بالنسبة لقيمة الـ probability of success للـ parallel alternatives، لأن هما شغالين مع بعض في نفس الوقت. فأنا لما أكون شغال بـ parallel alternative القيمة بتاعة نسبة النجاح أو درجة توقع النجاح بتزيد، أما لو هما شغالين sequential ولازم ينجحوا مع بعض ولو واحد فيهم فيل كلهم بيعتبروا فيلد، ده بينقص من نسبة النجاح، تمام؟ فلما نيجي في أي سؤال في الامتحان بنشوف يديني سؤال هل الالترنيتيفز اللي موجودة معايا بالنسبة لي دي سيكوينشال ولا امبارل؟ لو هي سيكوينشال ومعتمدة على بعض لا، يبقى ساعتها القيمة بتقل، لو هما امبارل القيمة بتزيد. بعد كده نروح للكوست ريسك سيميوليشن. زي ما بنقول هنا في الكوست ريسك سيميوليشن الشكل ده بيقول ان لو انا زودت البادجت
بزود فرصة نجاح المشروع. يعني لو أنا بقول عند القيمة اللي هي 41 مليون، نسبة نجاح المشروع علشان البادجت بتاعتي 41 مليون فقط 12%، إنما لو زودت البادجت ووصلت البادجت لحد 50 مليون هلاقي إن نسبة نجاح المشروع 75%. فبالتالي أنا عندي علاقة طردية ما بين البادجت ونسبة النجاح، كل ما زودت البادجت كل ما زودت نسبة نجاح المشروع. فبالتالي أنا عندي درجة تأكد 75% لو البادجت بتاعتي 50 مليون للمشروع، أما عندي درجة احتمال 12% فقط للنجاح لو البادجت بتاعتي 41 مليون للمشروع. ده بنسميه الكوست ريسك سيموليشن، وده الترند اللي احنا بنقيس بيه الكوست ريسك سيموليشن ريزلت. طيب بعد ما عملنا كواليتيتيف وكوانتيتيف ريسك اناليسز واتكلمنا عن التكنيك الخاص بالاكسبكتد مونيتري فاليو وازاي نحدد الريسكس المرتبطه ببعضها بشكل سيكوينشال وبارلل، نبتدي نتكلم عن ازاي نعمل بلان ريسك ريسبونس. بلان ريسك ريسبونس الانبوتس بتاعتي هي الريسك مانجمنت بلان وريسك ريجستر. الانبوتس بتاعتي الريسك مانجمنت بلان وريسك ريجستر. التولز والتكنيكس اللي هنعملها، اول حاجه الاستراتيجيز فور نيجاتيف ريسك اور ثريتس، استراتيجيز فور بوزيتيف ريسك اور اوبورتيونيتيز، كونتينجنت ريسبونس استراتيجيز واكسبرت جادجمنت. هيبان الكلام ده في الشكل التالي. الريسك اللي موجود عندي حاجه من اتنين، يا اما اوبورتيونيتي يا اما ثريت. خلينا نتكلم عن اول شيء اللي هو الاوبورتيونيتي. الاوبورتيونيتي لو انا عندي اوبورتيونيتي على سبيل المثال زي ارتفاع الاسعار، اول شيء هحاول ان انا اكسبلويت ات، يعني احاول ان انا احقق الحدث نفسه. طيب يعني لو انا قلت مثلا احتمال ان الاسعار تزيد 20%، تمام، فانا هحاول اسعى جاهدا ان انا احقق الموضوع ده وازود من فرص نجاحه. تمام، ده بالنسبه لي ان انا اعمل بلان تعمل اكسبلويت ات وتاكد حدوث ال 20% واعمل خطه مثلا عشان استفيد من المبلغ ده. طيب لو انا عايز اعمل تعظيم للقيمه المتوقعه من ارتفاع السعر، يعني لو انا في الاكسبلويت هاخد مثلا هشتري كميه معينه من الرو ماتيريال قبل ارتفاع الاسعار، انا عايز ازود فرصه الاستفاده، فانا مثلا على سبيل المثال هشتري كميه اكبر حتى لو على حساب بعض العناصر التانية في المشروع علشان اعمل انهانس للاوبورتيونيتي دي. تمام، ده بالنسبه لي هو ان انا ازاي انهانس الاوبورتيونيتي الخاصه بارتفاع التكلفه مثلا. اما لو انا مش هقدر اتعامل مع الريسك بشكل فردي، اقدر اعمل شير للريسك مع شركه تانية او مع شخص اخر، فبالتالي نحاول ان احنا نعمل شيرنج للاوبورتيونيتي دي بحيث ان احنا نشتري كميه كبيره ونستفيد احنا الاثنين منها. يعني لو انا عنديش مخازن معينه، ممكن ان انا اعمل شيرنج مع احد الشركات استفيد بالمخازن اللي عندها، وبالتالي ان احنا نشتري كميات كبيره من الرو ماتيريال دي ونستفيد احنا الاثنين. فبالنسبه للتكنيكس او السبونس استراتيجيز الخاصه بالاوبورتيونيتي، يا اما هحقق الريسك يا اما هحاول ان انا ازود الريسك يا اما هحاول ان انا اشارك الريسك مع جهه اخرى. طيب نروح للجزئيه الثانيه للثريدز او العقبات والتحديات اللي ممكن تواجه المشروع. العقبات طبعا دي شيء سلبي، فبالتالي اول حاجه احاول ان انا افويد الريسك، احاول ان انا اتلافى حدوث الريسك، اعمل ميتيجيشن بلان تقلل حدوث الريسك. زي ما قلنا لو في حاجه في التايم هعمل اجراءات معينه تحاول ان هي تقلل حدوث الريسك او تقلل الامباكت بتاعه. يا اما بعد لو انا ما عملتش افويد هعمل ترانسفير، هعمل ان انا انقل الريسك من عندي لشخص اخر لاي جهه اخرى. ممكن نقول مثلا ريسك ترانسفير ان انا اروح اعمل تامين معين لدى الغير على الشحن اللي جاي، بحيث ان لا قدر الله لو حصل تلف او تاخير في الشحن الشركه هي اللي تتحمل اي غرامات او اي عقوبات تتفرض عليا. فده بالنسبه لي بنسميه الريسك ترانسفير، لان انا متوقع عقبه معينه او تحدي معين ما بتحملش الريسك. الريسك ضد الحوادث مثلا لا قدر الله، ممكن برضو بروح اعمل تامين عند احد الشركات تعوض اي ضرر يحصل للسيارات اللي عندي والمعدات اللي عندي. اما الريسك ميتيجيشن هو ان انا احاول ان انا اقلل حدوث الريسك. يعني
لو احنا قلنا في الريسك افويد ان انا هحاول ان انا امتنع عن الريسك، يعني لو انا عندي ريسك معين ان انا هتاخر على ميعاد معين، انا هلغي الميعاد او اجل الميعاد ليوم تاني. ده بالنسبه لي بالطريقه دي انا عملت افويد للريسك نفسه. اما الريسك ميتيجيشن ان انا هدور على بدائل ان انا اوصل للميعاد بتاعي في التوقيت المطلوب. ده الفرق بين الافويد والميتيجيت. في الافويد بحاول ان انا الغي الريسك والغي احتمال حدوثه، اما في الميتيجيشن بحاول ان انا اخد اجراء معين يقلل من البروبابيليتي او الامباكت الخاصين بالريسك. طيب لو فرضنا ان انا هقبل الريسك ومش هعمل اي حاجه، سواء اذا كان هو ثريد او اوبورتيونيتي، هقبل حدوث الريسك، يعني من الاخر هشتغل بطريقه رياكتيف مش بطريقه برو اكتيف، هشتغل بطريقه رد الفعل. عندي طريقتين، يا اما اكتيف اكسبتنس يا اما باسيف اكسبتنس. الاكتيف اكسبتنس ان انا هعمل خطه في حاله حدوث الريسك ان انا هتصرف على خلالها، يعني اول شيء ان انا هعمل كونتينجنسي بلان، هعمل بافر زي ما قلنا، بحيث ان انا هبفر نفسي، هعمل 10% زياده في الوقت، هعمل 5% زياده في التايم، بحيث ان الوقت ده بالنسبه لي او التايم او الكوست بالنسبه لي الزياده اللي انا حاططها على جنب دي هي الكونتينجنسي بلان. يعني في حاله حدوث الريسك هصرف منها او هيبقى معايا فتره زمنيه معينه هتصرف فيها. ده بالنسبه للكونتينجنسي بلان. اما الفول باك بلان دي بنعملها في حاله حدوث، لو في اذا كان الريسك احتماله كبير جدا او تاثير حدوثه كبير جدا، فبحاول ان انا اعمل زي ريكفري بلان تقدر ان هي لو لا قدر الله حصل الريسك ابتدي اتصرف بطريقه مباشره بطريقه اوتوماتيك ان انا اقدر اعمل زي ريكفري بلان. دي بالنسبه لي هي الفول باك بلان في حاله ان الريسك زي ما قلنا احتمال حدوثه كبير جدا او تاثيره كبير جدا، وزي ما قلنا دي بتكون رياكتيف مش برو اكتيف اكسبتنس. تمام. طيب دي الطرق الاكتيف. اما الطريقه الباسيف ان انا بستنى لما الريسك يحصل واحاول ان انا اعمل ورك اراوند حوالين الريسك، يعني انا برضو في الطريقه دي ما عنديش خطه للتعامل مع الريسك، بس لو حصل الريسك هبتدي ادور على حلول. فطبعا دي اسوأ طريقه خالص في التعامل مع الريسكس، ودي دايما بنخليها للريسكس اللي هي النيجليجابل، اللي هي الريسكس اللي مش مهمه خالص، بحيث ان هنا بسيطه ونقدر نتعامل معاها بطريقه سهله لو حصلت الريسك. فبالتالي زي ما حضراتكم شايفين هنلخص الموضوع ان انا في عندي opportunities وthreads. الopportunities يا هنثبت حدوثها يا هنعظمها يا هنشاركها. الthread يا اما هنجتنب الريسك يا اما هننقل الريسك لحد تاني يا اما هنحاول نقلل حدوثه او نقلل تاثيره. لو انا هقبل الريسك ومش هعمل اي اجراء استباقي، هقبل يا اما هقبله بطريقه اكتف يا اما باسيف. الاكتف يا اما كونتينجنسي بلان واوفر مبلغ معين على جنب، يا اما هعمل ريكفري بلان او فول باك بلان تحاول ان هي تعمل استعاده للوضع الطبيعي للريسك للمشروع قبل ما يحصل الريسك ده. الباسيف هو ان انا اعمل ورك اراوند في حاله حدوث الريسك. طيب في عندي دوكيومنت مهمه عندي اسمها الريسك ريسبونس ماتريكس. ده سامبل الريسك ريسبونس ماتريكس، بيكون فيه ريسك ايفنت والريسبونس المطلوب للريسك اللي ممكن يحصل والكونتينجنسي بلان ومين وهتحصل امتى ومين المسؤول عن البلان دي. فالريسك ريسبونس ماتريكس على سبيل المثال لو قلنا دي رحله سياحيه، مين المسؤول عن اللوس دايركشن؟ المفروض ان هو تور جايد الشخص ده. طيب الريسبونس بتاعها ايه؟ حاول ان انا اقلل، يعني الريسبونس استراتيجي بتاعتي ان انا احاول ريديوس حدوثها، فده بالنسبه لي ميتيجيشن بلان. طيب الكونتينجنسي بلان بتاعتي جيت هيلب فروم اوفيس من خلال مجموعه حاجات، وتريجر ستيل لوست افتر 1 اور، يعني لو فضل متاخر لمده ساعه نبتدي نتريجر البلان دي. طيب الجاس فويل شورتج برضه هيحصل فيها ميتيجيشن بلان، حاول ريديوس والاكشنز بتاعتها ومين المسؤول عنها. هنا انا هقبل الريسك، هعمل اكسبت للريسك، فبالتالي انا مستني الريسك يحصل وبعد كده هشتغل عليه بشكل رد فعل. تمام. وبرضه مين المسؤول عن الريسك ده. ده الشكل الماتريكس اللي قدامنا بنسميه الريسك ريسبونس ماتريكس. بعد ما حددنا الريسك ريسبونس استراتيجي وازاي هنتعامل مع المخاطر اللي ممكن تواجه المشروع، نبتدي نعمل كنترولنج للريسك. الانبوتس اللي انا محتاجها في كنترول الريسك، البروجكت بلان، الريسك ريجستر، الورك بيرفورمانس داتا والبرفورمانس ريبورتس. طيب الورك بيرفورمانس داتا هي الارقام اللي حصلت بالفعل في المشروع
وزي ما قلنا احنا دايما في عمليه الكنترول بناخد الداتا نعمل عليها مجموعه اناليسز وفاريانس اناليسز وبنطلع بحاجه اسمها انفورميشن. وطبعا بيطلع معاها تشينج ريكوست في حاله ان في اي ديفيشن معين عايزين نقلل او عايزين نعالجه، فبنعمل تشينج ريكوست عشان ناخد كوركتيف اكشن معين. ده في كل عمليات الكنترول. التولز والتكنيكس اللي معايا في كنترول الريسك، الريسك ري اسسمنت، اعاده تقييم الريسك. احيانا الريسك بيكون في بدايه المشروع البروبابيلتي بتاعته عاليه وبعد فتره بتقل، واحيانا بيكون الامباكت بتاعه المتوقع عالي وبعد فتره بلاقي الامباكت بتاعه احتمال اقل. فبالتالي انا بعمل ري اسسمنت للريسك طوال المشروع في كل عمليه بلاننج وري بلاننج في المشروع. الريسك اوديت دايما بقيم الريسك اللي موجود والبلانز اللي موجوده، هل هي فعاله، هل هي كافيه، هل هي بتتم بالشكل المطلوب ولا لا. الفاريانس اند ترند اناليسيس، لما اجي اعمل مقارنه ما بين البلانز اللي كانت موجوده للميتيجيشنز والافويدنس واللي بيحصل بالفعل في المشروع، واشوف الفروقات اللي حصلت بالنسبه للتكلفه والكوست والسكوب وهكذا. بعد كده نعمل تكنيكال بيرفورمانس ميجرمنت، نبتدي نقيس بشكل فني البرفورمانس الخاص بالريسك مانجمنت والريفرس ريزيرف اناليسيس، نبتدي نعمل عمليه ريفيزيت للاحتياطيات اللي موجوده معانا في اداره المشروع بالنسبه للريسك والميتنجز اللي موجوده عشان نمانج الريسكس اللي معانا. الاوتبوت من عمليه كنترولنج الريسك الورك بيرفورمانس انفورميشن، طبعا زي ما قلنا طالما عندي في فاريانس اناليسز وترند اناليسز وداخل معايا ورك بيرفورمانس داتا، بيطلع معايا ورك بيرفورمانس انفورميشن وتشينج ريكوست، دي ثابته. دايما بيطلع معايا في عمليه الكنترول بلان ابديتس ودوكيومنت ابديت واو بي اي ابديت اللي هي الاورجنايزيشن بروسيس اسيتس ابديتس. ناخد بعض الاسئله الخاصه بالريسك. ممكن نقول ان اسامبشن اناليسز بتستخدم في ايه؟ الاجابه طبعا هتكون ان هي بتقيس الـ validity of risk assumptions، يعني انا دايما بقيس هل الـ assumptions دي valid ولا ممكن تكون مش حقيقية. يعني دايما زي ما اقول انا بفترض ان الاجراءات بتاخد 5 ايام، فبتأكد فعلا هل بتاخد 5 ايام ولا لا من خلال ان انا اعمل verification و validation للمرحلة دي. ممكن افترض مثلا جزئيات معينه في المشروع فنيه، ولما اجي اشتغل الاقي لا ان الاسامبشنز دي ما عادتش valid، فالاسامبشنز اناليسيس هي عمليه ان انا اتاكد من validity of assumptions. طيب سؤال تاني، all of the following are key risk register components except of one. طيب كلهم ريسك ريجستر كومبوننت ما عدا واحده. زي ما قلنا الريسك ريجستر بيكون فيه ايدنتيفيكيشن اوف ذا ريسك تريجر، ده كان موجود في الريسك ريجستر. هو ايدنتيفايد ذا ريسك، في عندنا ريسك اونر، هو الشخص اللي بيدير الريسك المسؤول عن ان هو لو الريسك ده حصل ليه تريجر، هو ده الشخص اللي بيديره فعلا. لا الريسك اونر ده معانا في الريسك ريجستر، اما هو ايدنتيفايد ذا ريسك مش مطلوب، مش فارقه معايا مين اللي بيايدنتيفاي ريسك، بس اللي يهمني في الاداره مين اللي هيتعامل في الريسك في حاله حدوثه. فالاجابه سي valid. دي ذا ريسك ريسبونس استراتيجي، دي طبعا موجوده معايا في الريسك ريجستر، فبالتالي سي هي الاجابه الصحيحه. ذا امباكت اوف ذا ريسكس اوف ذا probability اوف experiencing ا ريسك ايفنت ار best ديسكرايبد ان وات. طبعا هتكون probability اند امباكت ماتريكس، وهي دي اللي بتبقى مبنيه على الاكسبيرينس ريسكس اللي هي الريسكس السابقة من مشروعات تانية. You have just experienced a risk trigger on your project. What type of risk response usually occur when the risk triggered? الريسك بالفعل triggered، زي ما هو بيقول لك انت عندك experience مع risk حصل بالفعل. طيب الريسك لما بيحصل بالفعل هتشتغل معاه mitigation plan ولا contingency ولا avoidance ولا workaround؟ زي ما قلنا الكونتينجنسي ريسبونس ده افضل طبعا من الورك اراوند، فلو جاء عندي اختيارين فيهم كونتينجنسي وورك اراوند، لا هشتغل على الكونتينجنسي، لان الكونتينجنسي قلنا ان هي اكتف اكسبتنس، اما الورك اراوند باسيف اكسبتنس، والافضل ان انا اشتغل بالاكتف اكسبتنس
في الإدارة، جزئية خاصة بعملية إدارة مخاطر المشروع، خاصة بالريسك بلانينج، الريسك ايدنتيفيكيشن. هتلاقوا حاجات كتير جدا، تمبلتس تبع البي ام اي وتبع بروجكت مانجر، زملائنا رافعين حاجات جميلة جدا في الريسك ايدنتيفيكيشن، وسامبلز للماتريكس الخاصة بالريسك. الايميل موجود تحت على الشاشة قدام حضراتكم، اي تعليقات او استفسارات او نصائح اكون متشكر لكم جدا، واشوفكم على خير ان شاء الله الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.